أسماءكم ما أحلى، ها أسماءكم كلامكم نور، كل واحد يحب ينصت يسمع قضايا القديمة والقضايا الجديدة. عندنا يعني عندنا أستاذ مدرس الأفغاني رحمة الله عليه، ما أدري شفتوه يا ما شفتوه، درسنا عنده يعني بعد من الطلاب الأواخر بعد شنا. هاي القصة بعد وفاته نقلت، لكن على المنبر نقلوه وما أحد من أولاده ما أحد كذب هذا الشيء. يقول أنا جد النجف الأشرف، لا عندي شهرية ولا عندي مشان، وين أعيش؟ عندي غرفة. وقصة تذبلة الأصفهانية إن شاء الله في محاضرة أخرى. عندي غرفة وين؟ بوادي السلام هناك أنا. يقول ما يهمك بالنجف، لا تشتري مي. يقول طلعت مشي أروح للكوفة، بالطريق شفت ساقية بيها مي جاري، مي صافي كان، شوية غسلت وجهي وبردت أشرب، لأنه واحد صاح شيخ شيخ قم قم. قلت ليش؟ قلت هذا المي ملوث. قلت شنو بي؟ قال لي هاي مي غسيل الأموات، يغسلون بي ها موتة. يقول أنا لعبت نفسي فالحالة مقززة، التفتت لأمير المؤمنين قلت له سيدي خب مكان خب ما انتهي أنا موين بين الكبور زين، شهريا مخب راتبا مخب ما عندي، حتى الماي قطعت علي أشرب ماي ها غسيل أموات. أنا كنت ناوي أزور نعم مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل شنو نسبة بأمير المؤمنين؟ ها؟ لا النسبة السببية غير النسبية، عنده بيت أمير المؤمنين صحيح؟ صهرة. أنا كنت ناوي أزور صهرك نسيبك، لكن ما راح أزوره. يلا زعلت علي وعليك، لا ما تنطيني، لا تنطيني شهري، لا تنطيني لا بيت ينزل باسمي، لا شهريه لا راتب لا ماي، فقول لي موت خلاص. انا زعلت، قول رجعت. رجعت وين المكان؟ سديت الباب، طلعت صايتي وانا زعلان. والله واحد دق الباب قال لي فتحت الباب تفضل، قال لي استاذ ابو الحسن اصفهاني يقول لك تعال طالبك عند شغل. قلت خير انا وين ابو الحسن اصفهاني وين ذاك مرجع انا في الطالب؟ قال لي ما ادري يقول لك تعال استدعاك. يقول رحت سلمت عليه نوح لي، قال لي ليش هيك حكيت ويا علي بن ابي طالب؟ شو هالحده؟ ليش بهاي اللهجة تكلمت ويا علي؟ تفضل هاي شهريتك، المدرسة الفلانية الحجرة الفلانية روح هناك، وإذا أي مشكلة عندك تعال إلي قل لي، لا تتكلم مع أمير المؤمنين بهذه اللهجة. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى على محمد وعلى آله. نريد نعرف ماذا حدث، ايش صار في يعني بعد وفاة أمير المؤمنين محمد بن الحنفي. يقول